قال الحمد لله تمام. لا والله العظيم توفق. يقول الحمد لله. قلت والله علومكم. طب اسوي متروح والله الحمد لله بخير. لا احنا قلنا علوم مو عشان ناخذ علوم الجمهور وياخذون علومنا ونعلمهم ايش سوينا وايش حطينا وكذا زين. انا خلينا نقول طب ايش رايك احنا نقول للمشاهدين وش اصلا ايش برنامجنا؟ التشكيله حقت برنامجنا وش هي هذه التشكيله؟ والله يا جماعه الخير والساعة هذه وش حتكون؟ رتبوها رتبوها ترى احنا جينا البرنامج شوف احنا اجتمعنا 3 اجتماعات. الاجتماع الاول عشان نتعرف على بعض. الاجتماع الثاني عن بعد. اسمه البرنامج جسمي انا اتذكر ساعد البرنامج اسمه زوم زوم واجتمعنا قبل الهواء ايه فشكرا بس الى الان الى الان احنا بنوضح لبعض انه احنا يا جماعه الخير احنا لازم نفهم البرنامج عشان لا تصير نفس بعض البرامج اللي شاركنا فيها واحنا فاهمينها. احنا قلنا التوجيهات السابقه نبغى ننساها السكريبت ذاك ننساه حلو برنامجنا ثيابنا برنامجنا. انت طلبت تغيير اسم؟ أنا أي أنا أي شيء يعني تغيير اسم ما عندي مشكلة تغيير اسم أي حاجة برنامجنا اسمه كذا 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 يا سلام كذا علومنا خلاص كذا كذا إحنا كذا إيه؟ وبس بس إحنا كذا كن أنت تزداد جماله. طيب وش الهدف وش الهدف يعني الهدف يا طويل العمر والسلامة إيه؟ أحب الأعمال يا الله إيش سرور تدخلها على قلب مسلم. لو كان هذا هدفك من البرنامج لا كفى يا سلام. بعدين ترى خفيفين ظل 50 دقيقة ترى بعدين يجي معها أدلة وحديث ما شاء الله تبارك الله خطير. والله يا جماعة الخير أنا ما عرفتني يعني حتى تطلع من جو رسمية الدليل لا كده خلنا نشعد الجو شوي يقول الله والله يا أني محروم من الصدى دي فترة صدى في بعض الأماكن بس أما صدى في الاستديوهات ما عاد فيه الله المستعان وعلى يدك الآن. طيب يا أبو جمال أنا أتمنى أن نشوف الحلقة الثانية على طول ندخل في الحلقة الثانية. إحنا اليوم في الخميس إحنا إن شاء الله معاكم متواجدين بإذن الله تعالى يومين وراء بعض. إيش رأيك في التثبيتة؟ حلو بس حلو الأمور طيبة الله يستر. أشوف في إيميل الإيميل وصل بس تم خصم على طول. طيب صلوا على الحبيب اللهم صل وسلم. يقول أيوه المادحوك المادحوك هذه كلمات للدكتور والحبيب إلى قلبي فواز اللعبون ونعم شاعر ما شاء الله تبارك الله يكتب بقلبه من الطراز الفاخر. نعم يقول المادحوك وإن أرضوا قوافيهم باق بأنفسهم من عجزهم حرجوا كم حاولوا فيك معراجا فما بلغوا وكلما عرجوا أزرى بهم عرجوا محمد أنت عطر الروح ما نطقت شفاهنا بك إلا سبح الأرج صلت عليك صلت عليك سماوات وأزمنة ما ضاق مضاق كرب بنا أو أسفر الفرج وأوه يا لال يا لال يا عيني الله إلا أتوقع أنه مرة أنا كذا مشط من أول ليش ما كلمتوني؟ لا بس هم عارفين قال هذا مش طلمينا شكلك حلو عادي علاقتك يا رجل عشان رسمية إحنا في العامة الله يصحيح.